يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وعلى فكره هنتكلم عن موضوع يمكن مش كل الناس واخدين بالهم من درجه خطورته. كتير جدا مننا عارف ان السكر اللي هو السكر الابيض كتره مضر، بس مضر الى اي درجه؟ انا شخصيا اتفاجئت بانه هو بوابه لكتير جدا من الامراض اللي بتشمل حتى السرطان شخصيا. طبعا مش محتاجين نتكلم على انعكاس الزياده في تناول السكر الابيض، انعكاسه على فكره الشهيه وفكره القدره على التحكم في الشهيه وبالتالي السمنه المفرطه في اغلب الاحيان. ده اللي هنتكلم فيه في فقرتنا دي اللي منورانا فيها دكتوره ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه. يا صباح الخيرات. صباح النور يا استاذ كريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا واحد من الناس كنت فاهم ان السكر كتره مضر، وانا من الناس اللي كنت طول عمرها بتاخد يعني معالق سكر كتير في الشاي. أوكي. يمكن اقل من غيري كمان بس ستيل كتير. لكن اتضح ان الموضوع اخطر وابعد بكتير من اللي انا شخصيا كنت متخيله. في الى اي درجه، تعالي نبتدي بالسؤال ده، الى اي درجه السكر الابيض ممكن يشكل خطر على الانسان؟ احنا بنسميه عندنا في الطب السم الابيض، يعني حضرتك متخيل ان هو سم بقى، يعني جنبه في نفس الكاتيجوري دي الدقيق والملح، بس السكر اكثرهم. ليه بقى يا استاذ كريم؟ ان هو البيئه النشطه اللي بتخلي الخلايا زي ما هو بيدينا احنا الباور والطاقه. احنا بنشرب لما حد بيتعب او بيغمى عليه اول حاجه بنعملها ايه؟ ميه بسكر. فشوف نفس التاثير ده، هو تاثير مباشر للسكر على اي خلايا بعد الشر عندها استعداد سرطاني او تحور، مع الحاجات الكتير الغلط في حياتنا اللي هي بتؤدي الى وجود شوادر حره في الجسم اللي هي بتتحول في الاخر لسرطانات، وهي نسبه انتشارها كبيره جدا. بالمناسبه في هذا الاطار، يعني سمعت قبل كده حاجتين، حاجه منهم ان مريض السرطان لازم يقطع السكر تماما لان السكر بيساعد على تغذيه الخلايا، وفي وجهه نظر تانية مغايره بتقول لك مش لازم يقطع ولا حاجه لان هو التاثير بتاعه على الخلايا مش زي ما الناس فاهمه، فبالتالي ممكن عادي انه يشرب او ياكل سكر. حلو جدا جدا السؤال ده لسبب بسيط قوي. احنا العلم بيتطور كل يوم عن التاني، وانا دايما بطلع اقول للناس ان في اختلافات بتحصل يا جماعه، في كلام زمان كان بيتقال صح دلوقتي هو غلط تماما. حضرتك متخيل ان هو ده العلم وهو ده الابحاث. زمان كنا بنقول فعلا ان السكر ممنوع تماما لمرضى الاورام، وان هو في ناس كانت بالدكاتره بتمنع المريض لدرجه عن الدقيق وعن الملح وعن السكر لدرجه ان المريض بيفقد وزن كبير جدا في مرحله يعني سيئه في حياته كمريض عنده اورام او حاجه. فللاسف منع الشيء تماما ده غلط. والسكر مؤخرا كل الابحاث قالت انه لا، مش ممنوع تماما ومش بالخطوره الكبيره، ان احنا عشان انا مريض اورام او خايف عندي حد في عيلتي يعني عنده مشاكل لا قدر الله من هذا النوع ان انا اوقف السكر خالص، لا ده كلام غلط. لكن الصح بقى هو ايه؟ ان انا في كل حاجه، من ان احنا النهارده مش بنتكلم بس عن اورام، لا احنا بنتكلم عن الاعتدال في كل شيء علشان اوصل للنتيجه في كل حاجه انا عايزها. يعني انا حد عندي زياده في الوزن وسمنه وبحب الاكل فيه سكر، كلنا عارفين ان السكريات والحلويات بتدي الى حد كبير مود حلو وحاله مزاجيه افضل. طب احنا عايزين يبقى مزاجنا حلو وما نحرمش نفسنا وما نمشيش على دايت قاسي حرمنا من كل متع الدنيا، لا عايزين ناخد السكر هناخده مش ممنوع بس كميات اقل. يعني دايما بقول اول نصيحه، انت من غير ما تروح لدكتور ومن غير ما تبذل اي مجهود، اول خطوه خدها كموتيفيشن او تحفيز لنفسك ان انا هبتدي اغير اسلوب حياتي للافضل عشان اقدر اكمل عليه، لان التكمله هي اللي بتكون صعبه شويه. ان احنا اي حاجه بعملها غلط اقرر بيني وبين نفسي ان انا هنزل بيها للنص. يعني بشرب مشروبات غازيه هقلل الكميه للنص، باخد مثلا في اليوم مجموع 10 معالق سكر هخليها للنص، وهكذا بشرب عصاير اوقفها وبدلها بفاكهه. نبتدي واحده واحده نعدل الاخطاء بتاعتنا اللي احنا بنعملها ليها علاقه بالسكر، لان للاسف السكر بكل احواله بيتحول عندنا لمشاكل كتير بتترجم مشاكل مناعه، اورام، زياده في الوزن، مشاكل بقى طبعا السكر النوع الثاني اللي دلوقتي بقى منتشر جدا بين جميع الاعمار وهكذا. طيب تعالي بقى نربط ما بين السكر والاستخدام المفرط ليه في الاكل وفي الشرب وانعكاسه على السمنه وكيفيه حل المعضله دي. طيب احنا النهارده انا عايزه اتكلم بقى ان السمنه هي مشكله كبيره، وبقى الاساس فيها الفتره دي الشهيه. يعني احنا مش قادرين، احنا عايزين نعمل دايت، عندنا الحماس يا دكتور وكل حاجه، بس شهيتنا للاسف مفتوحه جدا نتيجه ان احنا في ضغوطات، بنروح اسلوب حياتنا، بنروح بالليل متاخر، باكل مع زوجتي ولادي بالليل يا دكتور، وبكون جعان جدا عشان مش واكل طول اليوم. طيب الحل النهارده بسيط جدا، قدمته لنا شركه بايو ناتشرالز يا كريم، وهو كورس بيستا. كورس بيستا ميزته انه بيحل الحل ده حل جذري، او المشكله دي حل جذري بطريقه امنه 100%. ليه؟ لان هو الكورس مكون من بيستا اول جزء في الكورس بتاعنا، وهو اكياس من الالياف المالئه. الالياف دي اللي هي ايه؟ قشور السيليوم، رده القمح والشوفان. دول دورهم
ان هم يشكلوا بالون. احنا بنسمع من زمان عن عمليات البالون والحاجات دي، ليه ده احسن منها؟ خلينا نقول كده عشان الناس تفهم برضو المنظومه. البالون دي حاجه بتفضل ماليه معدتك لمده مثلا 6 شهور، بتمطها بتوسعها، مش احنا نقول معدتك دي بتصغر وبتتمط؟ احنا دايما بنقول الكلمه دي، لو كلت كتير هتكبرها وهتضيقها. فانت حاطط حاجه منفوخه بالونه حقيقيه 6 شهور، هتوسع معدتك. اول ما هتشيلها معدتك وسعت فانت بتاكل اكتر، دي اول حاجه حصلت، ما بترجعش تاني لحجمها الطبيعي. لا طبعا، لا طبعا. فبتيجي بقى عشان كده معظم الناس اللي عملوا البالون لا بيتخنوا جدا ما بيخسوش. طب انا ايه الفرق هنا؟ الالياف دي حاجه موضعيه بتحصل دلوقتي، انا خدت الكيس على كوبايه ميه قبل الوجبه بنص ساعه، ملت معدتي. ملتها يعني ايه؟ قللت معدل الهضم، يعني انا الاكل بقى مالي معدتي فتره اطول. فانا عشان اجوع يعني بين الوجبة والتانية، بعد ما كنت بجوع كل ساعتين ثلاثة، لا أنا بجوع كل 6-8 ساعات. فأنا وده كله بقى، والعكس بقى كمان يا كريم، إيه الألياف دي بالعكس بتنزل، وعايز أقولك بتنظم الهضم جدا جدا. فتلات أرباع الناس اللي متابعين مع شركة بايو ناتشرز وفريقها الطبي من أخصائيين التغذية بيقولوا دايما إحنا حاسين عكس كل دايت. أي دايت بناكله بنشتكي من الإمساك المزمن، لأن الأكل بيكون ورقيات قليل، فعندهم حاله من الامساك المزمن. لا مع بيستا بالعكس، بيقولوا ان الالياف ساعدتهم جدا ان حركه الامعاء منتظمه، فمشاكل الكومن وهي الامساك من الدايت لا مش موجوده عندنا. فدي اول حاجه. الجزء الثاني من الكورس بيستا اللي بتقدمه شركه بايو ناتشرالز، مستحضر القهوه الخضراء اللي بيحفز جدا جدا معدل الحرق وبيزوده، فبيساعد مع اسلوب الحياه اللي هو كله مكاتب وقعده وسواقه، مفيش حركه تقريبا بنتعمل غير قليله جدا. حتى لو انت ام بتودي ولادك تمارين، انت قاعده على ترابيزه مستنياهم يخلصوا وما عندكيش استعداد تبذلي مجهود. ده بيساعد جدا مع ماده الكروميوم اللي موجوده بتركيز 500 مللي جرام، ان احنا نحفز الحرق بتاعنا. حلو. والمنتج موجود في كل الصيدليات، يعني برضو عايزين نعرف الناس كيفيه الوصول مبدئيا للمنتج، وبالمره ليكم انتوا شخصيا ممكن يبقى في تواصل ما بين اللي حابب يتعامل مع المنتج وبين أشخاص متخصصين مثلا يردوا عليه ويجاوبوا على أسئلته. طبعا هو موجود في الصيدليات لأنه طبعا مرخص من وزارة الصحة، بس أنا بقول للناس يعني، ودي حاجة مبادرة عاملاها شركة بايو ناتشرز، إن الأرقام اللي هتظهر قدامنا على الشاشة وصفحة بايو بيستا الاثنين يقدروا يتواصلوا مع فريق طبي كبير من أخصائيين التغذية. إيه ميزة التواصل يا كريم عن إن إحنا نروح ناخده من الصيدلية؟ إن شركة بايو ناتشرز بتقدم خدمة مجانية وهي المتابعة الأسبوعية، أكننا بننزل من بيتنا بنروح لدكتور التغذية المتخصص اللي بيسألنا عن كل تخصنا صحية وعمرية، وبيقرروا لنا الكورس المناسب لينا اللي ينفع لصحتنا ولعمرنا. مش بس كده، وبيقدموا لهم هدية كمان فيتامين دي 3، وده بقى الحل الأمثل اللي قررته الشركة ان هي تساعد في المنظومة او حل كل تفاصيل مشكلة ضعف معدل الحرق اللي بقى منتشر جدا. هتلاقي دايما يا كريم الناس تقول انا كنت بخس زمان جدا على نفس الدايت ده، كنت بقفل بقي واخس بسهولة، معرفش ايه اللي حصل. عايزين نقول ان احد ضمن الاسباب الاساسيه جدا نقص فيتامين دي اللي عند 3/4 المصريين بيؤدي الى ضعف معدل الحرق. فبالتالي لما احنا حطينا فيتامين دي هديه ساعدنا في ان احنا قللنا الشعور بالجوع عندك، الشبع لفتره اطول موجود. لو عندنا مشكله نقص فيتامين دي اللي بتضعف الحرق، لا احنا زودناه بالهديه اللي شركه بايو ناتشرز بتقدمها. لو انت شخص مش بتلتزم قوي وعايز حد فوق راسك، قدمت لك خدمه المتابعه المجانيه الاسبوعيه، ودي طبعا كلها عشان تكمل المنظومه. ومش بس كده، عملنا المنظومه كامله باحكام شديد لما ضفنا مالتي فيتامين قلب مالتي فيت اللي فيه 13 عنصر بيمد جسمك بكل احتياجاته، بدل ما تخلي جنب السرير اوميجا 3 وفيتامين دي وزنك وكل التفاصيل كتير جدا اللي احنا جسمنا فعلا بيكون محتاجها جدا جدا، وهي مش رفاهيه. احنا محطينا كل ده في مالتي فيتامين، قرص واحد يوميا هتاخده مع الكورس بتاعنا اللي هو بيستا، هيديك كل احتياجك. فبالتالي هتخس، عندك طاقه وباور، نمو شعرك، ضوافرك، بشرتك، المشاكل اللي 3/4 الناس بتشتكي منها. انا خسيت صحيح يا دكتور وعملت دايت ومبسوطه ان انا خسيت، لكن في الاخر انا حاسه ان انا بيل وضعفت وشعري بيتساقط. لا، احنا حلينا كل ده بالكورس المتكامل. يعني لو انا دلوقتي رحت اي صيدليه، العرض ده موجود حتى في الصيدليات ولا من خلال الاتصال بيكم بشكل مباشر؟ من خلال الاتصال بالارقام اللي ظاهره على الشاشه وصفحه بايو بيستا. الفريق المتخصص بيقدم ان انت هتاخد الخدمه ازاي غير من خلال الارقام، عشان تقدر تتابع معاهم متابعه اسبوعيه. هو انا بسالك اصلا بغرض التعرف على تفاصيل العرض،
يعني هل العرض اللي هو شامل فيتامين دي وبالمناسبه العرض شامل كمان البالتي فيتا؟ مظبوط. يعني الكورس هو الكورس اصلا مع لا هو كورس اساسا يا كريم مكون من بيستا اللي هي الالياف المالئه، ايوه، الب مالتي فيت فيتامين، ومستخلص القهوه الخضراء، ده الكورس الاساسي. أوكي. عليه دي فيتامين دي 3، وطبعا المتابعه المجانيه الاسبوعيه مع فريق طبي متخصص. جميل. هل في اي محاذير تمنع اي شخص من ان هو يتعامل مع بيستا؟ لا، احنا عندنا ميزه بقى رائعه، سواء سنيه او مرضيه او ايا كان، يعني اي حاجه تمنع الاستخدام عموما. خلينا نقول ان ده الشعار لبيستا او للكورسات اللي بتقدمها شركه بايو ناتشرالز، ان هي امنه 100% وطبيعيه 100%. ده اللي بيخلينا بمنتهى الثقه بنقول ان هي مناسبه لجميع الاعمار، من اول سن 13 سنه، سن المراهقه والبالغين، كبار السن حتى فوق ال 70 سنه، اي حد عنده امراض مزمنه ما عندناش اي مشكله تماما. بالعكس يا كريم، احنا عندنا نسبه الناس اللي عندها امراض مزمنه ومتابعه مع الفريق الطبي من خلال الارقام وصفحه بايو بيستا، النتائج اللي احنا بنلاقيها رائعه جدا جدا بقى فعليا. لان مش بس هدفك تخس عشان يبقى شكلك حلو، اكيد دي حاجه مهمه، بس لما يبقى انت مريض سكر وماشي على مش انسولين طبعا، على اقراص، مريض ضغط، كوليسترول، اي مشاكل مزمنه من الامراض دي، وتمشي على حاجة أولا هي مليئة بالألياف، مليانة ألياف كتير جدا، هي دايما بقول لكم عليها في أي حوار تغذية بنتكلم فيه، يا جماعة الألياف ثم الألياف، عشان ننظم مستوى السكر في دمنا، عشان ضغطنا، عشان الكوليسترول، تعملوا زي سفنجة أو مصفى تلم الدهون اللي في دمنا. فكل الألياف اللي أنا دايما بتكلم عنها كحلول للأمراض المزمنة هي المكون الأساسي في بيستا، دي نمرة واحد. الحاجة التانية عندنا فيتامين سي والكروميوم، الحاجات اللي هي بتقلل امتصاص النشويات وبتحفز حرق الدهون، ومش بس كده بتنشط الانسولين. طب ده كله هيعمل ايه؟ هو بطريقه غير مباشره ساعد الشخص اللي عنده سكر او اي مشاكل صحيه مزمنه ان هي تتعالج بنسبه ممتازه جدا. فنلاقي مع الوقت المرضى دي بتقول للفريق الطبي لما بيتواصلوا معاهم في المتابعات الاسبوعيه، انا جرعاتي من العلاجات اللي باخدها للمشاكل اللي عندي ابتدت تقل. ودور الدكتور الشاطر يا كريم او الفريق الطبي بقى الشاطر زي اللي بتقدمه شركه بايو ناتشرالز، ان انت تخلي المريض يبطل ياخد دواء، لان احنا بنتكلم عن منتج طبيعي امن، هو مش دواء، هو حاجة هتساعدك طبيعية آمنة 100%، ساعدتك إن أنت تبطل الدواء. طيب قبل ما أسألك يعني أسئلة تانية، ومنها مجموعة أسئلة جات لنا يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي موجهة لحضرتك، أنا بس عايز أرجع لتفصيلة كده كنت قلتيها في وسط الكلام. أوكي. فكرة المعدة اللي بتكبر مع زيادة معدلات الأكل، واللي مع قلة الأكل بترجع تكش. مظبوط. إحنا قلنا يعني قلناها في سياق مختلف حبتين، بس هو المعدة فعلاً لو المعدة فتحت نتيجة مثلا ان شخص بيعاني بقى مشكلة عكسية عايز يزود وزنه. أوكي. فمثلا لجأ لفواتح شهية، تمام، فبقى ياكل كميات اكبر من الاكل اللي نتج عنها ان المعدة كبرت نسبيا. مزبوط. لو وقف الأدوية دي أو فواتح الشهية دي، هل بيبقى الوضع كحجم المعدة على ما هو عليه، ولا بيرجع تاني ينكمش وكما كنت قبل كده؟ الأسئلة النهاردة جميلة جدا بجد. يعني هو الكلام بيجيب بعضه مش أكتر، لأن فيها يعني تريكس بسيطة ومهمة قوي. أنت هنا اتكلمت بقى عن حاجة مهمة قوي، أنا هقف عندها. اتفضل. خد فواتح شهية بتشتغل على مراكز المخ، طالما أنت جيت ناحية مخك احنا بنتكلم في شريحه تانية خالص من وسائل العلاجيه، سواء عشان حد عايز يتخن او زي النهارده ما بنتكلم عن بيستا والكورس لحد عايز يفقد الوزن. طول ما انت شغال بعيد عن المخ يا كريم، سواء عشان نزيد في الوزن او نخس في الوزن، انا في السيف سايد ودنيا عندي ممتازه. اشتغلت على مخك، انتظر دايما نتيجه عكسيه. يعني خدت فاتح شهيه بيشتغل على المخ، وقفته شهيتك اتقفلت اكتر من الاول. خدت دواء عشان يخسسك وبيشتغل على المخ وسد شهيتك تماما وجاب لك اكتئاب وتعب نفسيتك، بطلته، من هنا انت تخنت اضعاف اضعاف اللي كنت بتتخن وانت بتاكل نفس الاكل. فيا جماعه احنا النهارده بنتكلم سواء عن كده او كده عشان احنا عايزين نفيد كل الناس، بس طبعا موضوعنا الاساسي. انا واحد من الناس الحقيقه دكتور هام كنت معتقد ان فكره ان الواحد يتحكم في الشهيه معناها انه لازم يلجا للتحكم في نقطه معينه في المخ اللي هي المسؤوله عن الموضوع. لا خالص خالص، احنا عندنا معدتنا دي جزء كبير جدا من الموضوع. احنا اللي احنا بنقدر نعمله ايه بقى؟ ان احنا يبقى عندنا فكره الاراده، يعني عقلنا ده، او مش هنقول بقى مراكز المخ، خلينا نقول ان احنا اللي بنفرض على عقلنا فكره ان انا هلتزم خلاص، فكره ان انا جعان دلوقتي بس اقدر عادي اكمل اليوم من غير الحاجه دي واكتفي بالكميه البسيطه. والعكس ينفع يبقى والعكس صحيح؟ بالظبط، اللي احنا هنيجي على نفسنا. انا شهيتي ضعيفه جدا وعايز ازود في الوزن، فانا
هجبر نفسي على الاكل، مش كل الناس تقدر تعمل لا هم بقى بيقنعوا نفسهم ان هم هيحصل قيء، ان هم بيدوخوا جدا. ناس كتير بقى انا لما باكل كتير بدوخ جدا وحس ان انا تعبت واستحاله اعمل كده في نفسي، بيكون الموضوع شويه انا مش هقدر بالظبط كده. يعني انا هيحصل لي حاله قيء، انا بدوخ قوي من كتر ما اكل نسبه سكريات عاليه، فيبتدوا يقنعوا نفسهم بافكار بتخليهم ما يقدروش يعملوا الحاجه دي. زي بالظبط الشخص اللي احنا بنحاول دلوقتي معاه زي ما بنتكلم عن الكورس ان احنا نسد الشهيه. لا انا لما ببقى جعان يا دكتوره، لما بيكلموا الفريق على شركه باي ناتشرالز احنا لما بنبقى جعانين بالليل مش قوه بتوقفه، استحاله بالظبط كده. فلما بتفرض عليه ان هو قدامه نفس الاكل ده واديته البيستا في كوبايه من الميه قبل الوجبه بنص ساعه، هو غصب عنه بقى دلوقتي بطنه اتملت جدا جدا، فهو خلاص الموضوع بره سيطرته وبره ايديه. بس كده. طيب عندنا بقى مجموعه اسئله، منها سؤال من هاله بتقول عندها 33 سنه وزنها 130 كيلو. أوكي. بتقول عندي السكر والضغط وللاسف انا ما خلفتش بسبب وزني الزايد ومش عارفه اعمل دايت ولا قادره حتى اروح الدكتور تخسيس. موضوع السمنه مسبب لي اكتئاب نفسي ونفسي انزل لوزن ال 80. اوكي يبقى هي ما قالتش تقريبا طولها، بس هي عندها 38 عندها 33 سنه وزنها 130 وعايز تنزل ال 80، فهي غالبا حاسباها بالمتوسط يعني ان هي ممكن تكون يعني ممكن تكون محتاجه تخس عن كده، بس هي مثلا ان هي لما كانت 80 هي لما كانت، لا ده مش بدايه، ده 50 كيلو يا كريم، ده رقم كبير جدا. لا يعني هي حلمها 50 كيلو، ده مش صعب خالص مع بيستا لسبب بسيط، ان احنا الكورس اللي بنتكلم عنه النهارده اللي بتقدمه شركه بايو ناتشرالز بيخسس في الشهر من 8 ل 12 كيلو شهريا. ده رقم كبير جدا 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 ان انت تخسس شخص الرقم ده. يعني احنا بس ممكن تكون الخسيه امنه، واعتقد ده متحقق بحكم كمان بقيه التفاصيل اللي في العرض، فيتامين دي او الف مالتي فيت. هو امنه من اول خطوه خالص، اولا ان شركه بايو ناتشرز كل منتجاتها طبيعيه 100%، فدي كانت اول خطوه فان هي امنه، ان هي مرخصه طبعا من وزاره الصحه، دي حاجه اللي بتاكد لنا ده. الحاجه الثالثه مكونات اصلا الكورس اللي هو انكلودنج فيه بيستا وقلب مالتي فيت ومستخلص القهوه الخضراء، بيستا شخصيا اللي انا بستند عليه جدا جدا في مكافحه مشكله الاكثر شيوعا الشهيه المفتوحه اللي احنا ما بنقدرش نقف قصادها يا دكتوره، ودي الشكوى اللي دايما الفريق بيسمعها من اخصائيين التغذيه اللي بيستقبلوا مكالمات على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، وهي الشهيه. فبيستا بيعمل الدور ده بطريقه ممتازه جدا جدا وامنه، بيحل محل الاراده بالنسبه لي بالظبط. انا بالنسبه لي الكيس او الساشت اللي قبل الوجبه بنص ساعه اللي طعمه لطيف جدا على فكره، تفاح اخضر، فحتى لما بنستخدمه للولاد من اول سن 13 سنه وهم رايحين المدرسه قبل ما يروحوا المدرسه علشان لما يجوا ياكلوا لانش بوكس نحط كميات مختلفه وانواع مختلفه يتقبلوها، قبل وجبه الغداء نفس الكلام، قبل العشاء، فهتلاقي الطفل هو مش محروم، انت حاطه له نفس الايتمز اللي كان بياكلها عادي جدا، مش ما حسستيوش ان هو ماشي على دايت وجبنه قريش وكده، لكن هو نفسه خلاص مش قادر ياكل كميه اكتر من اللي انت حطاها. جميل. طيب سؤال تاني من الاستاذ محمد علي بيقول سن 41 سنه بيعاني من سمنه مفرطه وزنه 134 كيلو، بيقول عايز انزل في الوزن لاني بعاني من مشاكل في القلب بسبب السمنه. طيب انا عايزه بقى عشان احنا كمان في الرساله اللي فاتت كانت عندها مشكله في الخلفه، وغالبا لما بتكون لو الدكتور انا طبعا احنا ما نعرفش الحاله بالتفصيل، انا بطلب منها يا ريت تتواصل مع الارقام اللي ظاهره مع الشاشه مع فريقنا الطبي عشان هم هيعرفوا منها كل التفاصيل ويرشحوا لها الحاجه المناسبه ليها. بس سواء استاذ محمد او الرساله اللي فاتت عايزه اقول معلومتين مهمين جدا جدا، ان السمنه هي في الاول بتكون عرض مش مرض، اوكي؟ فلازم بندور على السبب بتاعها عشان نحله، دي اول خطوه لازم بنعملها وده اللي الفريق هيعمله ان شاء الله لما هيتواصلوا معاهم على الارقام. طيب السمنه لما بتزيد جدا بتصبح سمنه مفرطه بتؤدي الى امراض مزمنه او امراض تانية وحالات صحيه زي فكره تكيسات الموبايل. ثلاث ارباع الشابات والبنات الصغيرين يا كريم حتى لو هم وزنهم مش كبير جدا بس عندهم مجرد زياده في الوزن بيواجهوا دايما صعوبه في، يعني ما عندهاش مشكله في الخلفه خالص هي سليمه، لكن الدكتور بيقول لها انت عندك تكيسات مبايض محتاجه ان انت تفقدي في الوزن على حسب انت 5 انت 10 كل شخص. فزياده الوزن والدهون خاصه ومقاومه الانسولين اللي هي حلها ايه؟ حلها ان انا اقلل عدد ساعات اكلي في اليوم، يعني اقلل الويندو، يعني اكل في يومي كله في 8 ساعات. انا دلوقتي هاخد بيستا 3 اكياس في 8 ساعات في يومي، هصوم 16 ساعه منهم ساعات النوم، هاخد كل 3 ساعات وجبه وقبل كل وجبه كيس بيستا. انا كده عملت ايه كريم؟ انا كده
يعني حاربت مقاومه الانسولين وحاربت مشكله تكيسات المبايض بصوره كبيره جدا جدا جدا. الستات اللي عندها منطقه السمنه الموضعيه في اسفل البطن حلينا لهم المشكله دي. طيب الناس اللي عندها مشكله في الانسولين حليناها، مش بس كده حلينا المشاكل بتاعتنا، لا لما خدنا المالتي فيتامين مدينا الجسم باي حاجه ناقصه فيه، فانا دعمت المنظومه بتاعت الحرق، خدت فيتامين دي اللي عامل ثلاث ارباع مشاكل ضعف الحرق، انت كده حليتي كل مشاكلك. احنا كده عملنا خطه ما تخرش الميه بالظبط كده مع المتابعه الاسبوعيه، عشان دي طبعا حاجه انا بقول ان يعني فعلا ممتازه جدا قدمتها شركه بايو ناتشرالز لمتابعينا النهارده، وهي فكره ان انت تلاقي حد رقيب يتابعك تحس ان انت ملتزم معاه، مش بس كده يعرف مشاكل الصحية ويكتب لك الكورس والنظام الغذائي الأنسب ليك. جميل، احنا الوقت اللي فاضل قدامي يا دوب الحق اشكرك فيه على وجودك معانا جزيل الشكر، نورتينا ووقفتينا كالعاده، ونشوفك على خير باذن الله، بإذن الله واكيد الشكر موصول لكل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، ونشوفكم على خير في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.